الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على قضاء الله، الحمد لله الذي خلق الموت وخلق الحياة، سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شانك، كل شيء يتبدل وأنت سبحانك لا تتبدل، كل شيء يتغير وأنت سبحانك لا تتغير، وهو القاهر فوق عباده، السماء والأرض له، الجن والإنس خلقه، والجسم والروح عمله، كيف تخفى والشمس بعض بيدك، كيف نراك والروح بعض أسرارك، آمن بك المؤمن ولم يرك، وجحدك الجاحد ووجوده شاهد بوجودك، سبحانك سبحانك ربي سبحانك، صنعت فأعجزت، وأبدعت فأحكمت، وصورت فأحسنت، وقلت وقولك الحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ونشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مناوئ له، ولا ضد له، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء دونه. كل الطبيب كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك، كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، وسل الصحيح مات لا من علة، من بالمنايا يا صحيح لهاك، وسل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من ذا الذي يقول خطاك، وسل الجليل يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى، من ذا الذي يرعاك، وإذا رأيت الثعبان ينفث سمه فسله كيف تعيش أو تحيا أيها الثعبان، وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وسل الشهد من حلاك. وأصلي وأسلم وأبارك على النبي المختار محمد بن عبد الله، خير العباد عند الله، خير من وطأت الأرض قدما، خير من رفع به إلى سدرة المنتهى، فقيل فيه سيدي يا رسول الله أنت الذي من نورك البدر ابتسى، والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت نسراك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لحبه وحملك. أما بعد أيها المستمع الكريم، لما حضرت بلال بن رباح الوفاة فكان تجلس بجواره ابنته، فلما أغمي على بلال سمع ابنته تصرخ وتقول وا كرباء وا مصيبتا، فأفيق عليه واستطاع أن يتحدث، وأن يحدث أهل الدنيا قبل أن يفارق الدنيا، فقال يا بنيتي لا تقولي وا مصيبتا، لا تقولي وا كربا، بل قولي وا فرحتا،
احبتك محمدا وحزبه. واننا اليوم في هذه القريه الطيب اهلها ندعي جميعا هذه الام، هذه المسنه، هذه الشيبه التي راينا فيها الخلق وراينا فيها الفطره السليمه. فكلنا يعلم مقدار الام، ووصى القران بالام ووصى بالوالدين، بل ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي هو اول حديث يحفظه الغلام في حضانته وفي طفولته وفي تلمذته: يا رسول الله، من احق الناس بحسن صحبتي؟ قال ام. قال ثم من؟ قال ام. قال ثم من؟ قال ام. قال ثم من؟ قال ام. هذا الحديث الاطفال الصغيرين اول ما بنعلمهم ونحفظهم الفاتحه، فاتحه الكتاب، يحفظ هذا الحديث وكانها فطره من الله، وكانها رساله من الله عز وجل. بل والاروع من ذلك اننا نحن الان بصدد الاحتفاء والاحتفال برحله الاسراء والمعراج، حين قال المولى عز وجل: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. راى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليله الاسراء اناس يعلقون في جسور النار، عافانا الله واياه. فسأل عن هذه الآية، سأل عن هذا الفيديو، سأل عن هذه اللقطة المروعة، سأل عن هذا الفيلم الذي يندى له الجبين. من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ المفسر، مفسر للسنة ومفسر للقرآن ومفسر للأحاديث النبوية. فإذا قرأناه فاتبع القرآن، فإن الذي علم محمد صلى الله عليه وسلم لم يتعلم في جامعة أمريكية، ولم يتعلم في جامعة أزهرية، ولم يتعلم عند الغرب، وإنما الذي علمه هو المولى عز وجل. وقل ربي ربي ربي. فالذي علم محمد هو رب محمد، والذي ربى محمد هو رب محمد. فكل الأطفال وكل الأبناء يولدون فيقولون أبي أبي، أما محمد صلى الله عليه وسلم أبى المولى عز وجل أن يقول أبي، وإنما تربى منذ نعومة أظافره يقول ربي ربي. وكيف لا وهو الذي ولد وأصبعه الإبهام شاخصا بصره إلى السماء ويرفع إصبعه بالتوحيد لله رب العالمين. وكانت أول علامة في محمد صلى الله عليه وسلم أنه ليلة أولد أخبدت نيران فارس والروم، وأضيء ما بين بصرى والشام، ونكست أعلام الغرب وأعلام الصليبيين وأعلام أعداء الإسلام في ليلة مولده، ليلة طاب هواؤها ورق نسيمها. فكيف تتعجب وكيف تعجب حين يقول المولى عز وجل: سبحان الذي أسرى. من الذي أسرى؟ من الذي قام بالإسراء؟ أصاروخ صنعه الغرب؟ أطائرة أبتشي تريد أمريكا أن تمنعها وهي حق للمصريين؟ إن الذي أسرى هو الله، بل بدأ الصورة بقوله سبحانه وتعالى: سبحان الله. سبحان، كلمة سبحان لا تقال إلا لله، ربما تحمد الآخرين وتشكر الآخرين، ولكن لا يستطيع أي إنسان أن يقول سبحان موسى، سبحان محمد، لا تقال إلا لك سبحان، سبحانك ولا تقال إلا لك سبحانك. سبحان الذي أسرى، والذي اسم موصول، وكأن الكلام والفعل
موصول مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وكأن المولى عز وجل يقول بسبب محمد تكون السماء موصولة في الأرض وتكون الأرض موصولة في السماء. عند قبة الصخرة المكان الذي صعد فيه النبي محمد أعلى مكان على ظهر الأرض، يصعد الحبيب محمد إلى ما عند سدرة في مكان يصنع فيه صريف الأقلام وتصفيق الأشجار، معه من رفيق الرحلة. يختار الرفيق قبل الطريق، إذا قل مالي فلا خب يصاحبني، وفي الزيادة كل الناس خلاف. إذا المرء لم يلقاك إلا تكلفا فدعه ولا تكسر عليه التأسف، ففي الناس إبدال وفي الترك راحة، فلا كل من تهواه يهواه قلبك، ولا كل من جافيته ولا صفيته لك قد صفى. سلام على الدنيا إن لم يكن بها صديق وفي يصدق بعضه صحبه. الصديق والرفيق الذي عز في هذا الزمان، الزميل الخائن الذي يدخل بيتك ويدخل أفكارك ويدخل معك في مالك وفي رزقك. وأخيرا نجد الخيانة ونجد النوء تعزى ونجد الأوصال انقطع حتى بين الآباء والأبناء. في ليلة الإسراء والمعراج يقف الأمين جبريل ويقول تقدم يا محمد، فيتعجب النبي أهنا يترك الخليل خليل؟ يقول الحبيب جبريل سفير الملائكة يا محمد وما منا إلا وله مقام معلوم، أنت لو تقدمت لاخترقت أنوار الكلام، وأنا لو تقدمت لاحترقت من أنوار الكمال. فتقدم الحبيب بل وقف على بساط قدس ربه، لم يقف على عرش مصر، لم يقف على كرسي مصر، لم يجلس مكان أبابة أو نتنياه، إنما وقف على بساط قدس ربه لتفخر أيها المصري، لتفخر أيها العربي، لتفخر أيها الأزهري، لتفخر أيها الشاب هذا النبي. هو الذي سماكم المسلمين، هو الذي أتى إلينا بالتوحيد، وقف على بساط قدس الله، وقف عند الله، تحدث مع الله، رأى الله نور أنا أراه. حين تسأل السيدة عائشة هل رأيت ربك يا رسول الله؟ انظر إلى الجواب، نور أنا أراه. المكان كله نور، لم يتحدث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصوته، فإنه له صوت وليس كصوتنا، وله يد وليس كأيدينا، ولله المثل الأعلى. وإنما الذي تقدم على محمد هو صوت علي بن أبي طالب. التحيات لله والصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي. فرد الحبيب محمد وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يسلم عليكم من أول لحظة، يسلم عليكم أنتم يا من تقولون لا إله إلا الله يا أهل الجنة أبشركم بالجنة، يا من تعزون أو تجهلون أبشركم بالجنة، فأنتم من أهل قول لا إله إلا الله. فلا تسخر من الذنب ولا تخاف من الذنب، فكل من آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، فأنتم بإذن الله من أهل الجنة. إن هذه الحلقة وهذه اللحظة مصورة صوت وصورة عند الله عز وجل، ونحن نتذاكر وقفة الحبيب محمد بين يدي الله يقول للحبيب، الحبيب يقول للحبيب ربي ربي لا أسألك فاطمة قديش ولا صفية عمت ولا العباس عني، ولكني أسألك أمتي. وبكى الحبيب محمد على من أذنب من أمة محمد. فيأتي الحبيب ويأتي ربنا عز وجل بقوله يا محمد وعزتي وجلالي لأقسمن القيامة بيني وبينك، أنت تقول أمتي أمتي وأنا أقول رحمتي. بعد هذه البشرى أنكم أنتم من أهل الجنة، علينا أن ننعي جيدا الحق، علينا أن ننعي جيدا ونتعلم جيدا حق الآباء. ووصينا الإنسان بوالديه الحسنى، ووصينا الإنسان بوالديه الإحسان، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. وورد في كتاب الإمام الذهبي أنه
قال ابن أبي مريم في كتاب الكبائر أنه على من شتم والديه الرشد. كلام خطير. ابن يشتم أبوه، ابن يشتم أمه، واحدة تطور على أبوه، أبوك اللي هو سبب وجودك في الدنيا بعد ربنا عز وجل كله ما تفهمش، تتكلم قدام أبوك، تعلي صوتك قدام أبوك، تعلي صوتك قدام أمك، تفضل مراتك عشان بتنام مع مراتك على أمك اللي خليتك اللي خليفتك بعد ربنا عز وجل ما خلقك. إحنا فين؟ إحنا فين من تعاليم التعليم؟ ده الأخطر من ذلك إني قرأت في كتاب الكبائر أيضا، ودايما أنا بكرر الكلام ده أهو عشان نفسي نجيب كتاب الكبائر ونقرا فيه، نخلي اولادنا يقرا فيه، اشتري كتاب الكبائر وخلي اولادك يقرا فيه، انه من نظر الى والديه او احدهما نظره رضا كانت له حجه مبروره مبروره. عايز تحب بتاخد الرشوه عشان تحب، بتجري هنا وهنا عشان تجري اسم الحب، بتجري هنا وهنا عشان تبني كرم لاولادك. بنات ايه عند ربنا؟ هتسيب كل حاجه، هتموت، هيجي لك يوم وتموت، لا ينفعك عربي. يا اللي بتتفخر بالعربية، يا اللي بتتفخر ان عندك خمس ست عيال صغار، يا اللي بتتفخر بالبنات، يا اللي سايب البنات يلبسوا ويتبرجوا زي ما هم عايزين عشان البنت تشتغل في مصر. بقى جبتهم من ملك ليه؟ البنت بتجهز نفسها، هي اللي تمشي على نفسها، هي اللي تروح الكوافير، وهي اللي تحدد الفرح، وهي اللي تعمل كل. احنا فين من تعاليم الدين؟ احنا فين من القرآن؟ احنا فين من الموت؟ احنا فين من الموت يا أمة الموت؟ يا أمة الأمة اللي آمنت بالموت والبعث عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوكادا وخلقناكم أزواجا، عملنا ده كله ولبسناه وكبرناه وجبنا لك العربية والموتوسيكل والماكل وجبنا لك زوج، مش هنعرف نرجعك تاني ونموتك، مش هنعرف نرجعك في التراب تاني. عما يتساءلون أفلا يتدبرون القرآن أم هم على قلوب أكثرها. أيها الإخوة والأحباب، علينا أن نعي جيدا أنه أزفة الآزفة، ليس لها من دون الله كشف. الأقنعة ستضعف مهما كنت، مهما كنت تلبس قناع أنك من أهل الخير ومن أهل التقى، إذا كنت تلبس هذا القناع رياء فاعلم أنه سيسقط قريبا قريبا. فالرؤساء الآن في السجون والوزراء الآن في السجون، فانظر مقدارك عند الله، لا تنظر مقدارك عند الناس. فاعلم أن الموت ترمية الإيمان، اعلم أن الموت وذكر الموت ترمية الإيمان. تذكر الموت فإن الموت يأتي بغتة. اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اكرمها واكرم كلها، اللهم وسع مدخلها، اللهم اجعلها من أهل الجنة، اللهم اجعلها في أعلى الجنة، اللهم اجعل قبرها مرد بصرها، اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد ونقيها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. شكر الله سعيكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا للشيخ سيد عبد الشافع على هذه المحاضرة.